لما حاذى سيدنا عبد الله بن عمرو ومن معه في ظلال الكعبة يسلم عليهم فيرد الجميع إلى سيدنا عبد الله بن عمرو. فلما سكت الجميع رفع سيدنا عبد الله بن عمرو صوته: وعليك السلام أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. معنى ذلك أنه لم يرد عليه في أول مرة حتى لا يضيع صوته بين الأصوات، وإنما أراد أن يسمعه أنه يرد عليه السلام حتى لا يختلط صوت سيدنا عبد الله بن عمرو مع أصوات الناس. فقام أحد ممن كانوا معه في حضرته فلحق سيدنا الحسين فقال له: إن عبد الله بن عمرو يقول كذا وكذا وكذا، يقول إنك أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، يقول إنك خير من يمشي على الأرض. سيدنا الحسين تعجب، يعني ما دام سيدنا عبد الله بن عمرو يعتقد ذلك فلماذا كان هذا الخلاف الطويل؟ لماذا كان معسكر ومعسكر خصم لماذا؟ فرجع وقال: يا عبد الله، إن هذا أخبرني أنك قلت كذا وكذا وكذا. قال: صدق. قال: أمن عندك؟ يعني أنت تعتقد هذا في قلبك أم أنك سمعت ذلك؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت أنك أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، وسمعت أنه يأتي عليك زمان وأنت خير من يمشي على الأرض، وأحسبه هذا الزمان. فسيدنا الحسين تعجب وأراد أن يزيل إشكالية عند بعضنا. قال: فما الذي دعاك إلى أن تحمل السلاح علي وأبي يوم صفين؟ يعني أنت تعتقد يقينا أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، ومن تمام القول أو من نافلة القول أن الحسن كان خيرا مني وأن عليا كان خيرا من ولدي. يعني لو جئت إلى الترتيب، هذا الترتيب العجيب، ستجد أن سيدنا الحسين خير من يمشي على الأرض في ذلك الوقت، وأن سيدنا الحسن بترتيب العلماء خير من سيدنا الحسين، وأن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه خير من ولدي. لماذا؟ أنا من الراشدين المهديين، من العشر المبشرين بالجنة، ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج الزهراء، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 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 أمور كثيرة. فسيدنا الحسين يتعجب، يقول له: فما الذي دعاك إلى أن تحمل السلاح علي وعلى أبي وعلى أخي في يوم صفين؟ قال: يا ابن رسول الله، إني كنت أصوم النهار وأقوم الليل، فشكاني عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص يشكو سيدنا عبد الله بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا رسول الله، إن عبد الله يصوم النهار ويقوم الليل وقد امتنع أن يتزوج، وأنا أدعوه إلى ذلك ويأبى. فاستدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عبد الله، إنك تصوم النهار وتقوم الليل. قلت: نعم يا رسول الله. قال: يا عبد الله، صم وأفطر وقم ونم وأطع عمرا، أطع أباك. يقول: فلما كان في يوم صفين أرادني أبي أن أخرج، فقلت: لن أخرج. فقال: لقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أطع أباك. يقول: فخرجت معه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما رميت فيها بسهم ولا ضربت فيها بسيف، وإنما أخذت سلاحي وقعدت. فلما دخلوا علي، دخلوا على سيدنا عبد الله بن عمرو، يقولوا: لما لا تحارب؟ قال: ائتوني بسيف له لسان، إذا ضربت به مؤمنا قال هذا مؤمن وكف، وإذا ضربت به كافرا قال هذا كافر وضرب. قالوا: أين لنا بذلك؟ قال: فلن أقوم من مقامي. الشاهد هنا أن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطوون قلوبهم على حقد سيدنا الحسين رضوان الله عليه، لما سمع هذه الكلمة لم يهز رأسه كما نهز رؤوسنا ونمشي، وإنما أراد أن يزيل ما بينه وبين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يوضح للناس الأمر. خير من يمشي على الأرض، نعم، خير أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، نعم، فلماذا حملت علي السلاح؟ قال: والله حملت عليك السلاح لكذا وكذا وكذا. فكان فيه عذر هناك، فأراد أن يوضح للناس حتى لا تبقى في قلوب الناس أي شبهة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شأن أهل الحق دائما، هذا شأن أهل الإنصاف دائما. أمر آخر، سيدنا الحسين رضوان الله عليه لما بويع بالخلافة لأخيه الحسن كان له مطيعا، فلما رأى سيدنا الحسن أن يصطلح مع سيدنا معاوية
وأن يجمع المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا له في حديثنا عن سيدنا الحسن رضوان الله عليه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدي هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما ارتأى سيدنا الحسن رضوان الله عليه الصلح، قام سيدنا الحسين وقال له: أنت الآن تنصر معاوية وتخذل عليا، أنت الآن تثبت للناس أن عليا كان على باطل وأن معاوية كان على حق. قال له سيدنا الحسن رضوان الله عليه: والله ما أردت هذا، وإن الناس ليعلمون الحق من الباطل، ولو قاموا معي لقمت معهم، لكنهم ما قال أبوك قبل ذلك، وإني لا أحب أن تراق قطرة دم من أجلي، من أجل أن أتولى الخلافة ستراق دماء كثيرة، لكني لا أحب ذلك. مع أن سيدنا الحسين رضوان الله عليه كان غير راض، لكنه أذعن وأطاع. هذا يعلمنا أمر هام: ليست هناك معارضة على طول الخط للمعارضة، وإنما وقت إبداء الرأي أبدي رأيي، فإذا حسمت القضية فلا رأي. أقدر أهل الرأي، أقدم أهل التقديم، أكرم أهل التكريم، هذا مقام أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في توقيرهم للأكابر فيهم، في رعايتهم للحق، في رغبتهم في الخير، في محبتهم لحقن الدماء.